مشاهدينا متابعينا في كل مكان، نتمنى بأن نشاهد معا مباراة كبيرة في ظل هذه الأجواء. معكم المعلق فارس عواض مشاهدينا الأعزاء، تحياتي محدثكم فارس عواض سعيد بتواجدي للتعليق على أحداث هذه المباراة. منتخب الأرجنتين في مواجهة النصر السعودي، مباراة مثيرة الكل متحمس لمشاهدتها، ونتمنى بأن تكون على قدر التوقعات وعلى مستوى الحدث. زانيتي يبعد الخطورة عن منطقته، وحفرصه للتقدم في المباراة. لحكيم زياش، سفيان برابط، تدخل يبعد الكرة، يعدي ويمر بالكرة، يجب بأن تستغل. وتعدل الكفة وتعود المباراة لنقطة البداية. هذه إعادة الهدف، كرة جاءت من انفراد صريح بالمرمى، هنا تظهر مهارات الإنهاء الحقيقية. هدف تعديل الكفة، التعادل الإيجابي 1-1. حلوة البينية العالية، توقيت ممتاز في التدخل، ابعاد الخطورة في هذه اللحظات. تشتيت سيء للكرة في هذا المكان. يا الله، كرة في المرمى، وهنا إعادة الهدف. ولتوضح كيفية جاء هذا الهدف، الخطأ في التشتيت أبقى الكرة في مناطق الخطورة، وبالتالي العقاب أتى سريعا والهدف يسجل في هذه اللحظات. اللاعب يفكر الآن إذا كان ممكن بأن يتفادى هذا الهدف لو شتت الكرة. ننتظر كيف سيكون رد الأرجنتين على تأخرها في نتيجة المباراة. ممتاز التدخل، شوف كيف قراها. الوقت المضاف 5 دقائق. بيلينغهام، الآن الكرة مع زياش. صافرة تأتي معلنة عن نهاية أحداث الشوط الأول. ضربة البدء في الشوط الثاني عند النصر. خافيير زانيتي، ممتاز التمريرة العالية. بيرزيتش، خافيير زانيتي واضح المدرب راح يجري التغيير في هذا التوقيت. سفيان برابط، تسديده في الهواء. الله على قصة مجرد ما
يعود إلى نقطة البداية. ربع ساعة تفصلنا عن نهاية اللقاء. تدخل جميل من اللاعب. خطأ لصالح النصر في تغيير في صفوف النصر. بيخلص الخطورة عن مناطق قريبة جدا. تدخل اللاعب يفقد الكرة. بيلينغهام الكرة الآن مع الفريق الخصم. نلعب الآن في الدقيقة الأخيرة من المباراة. تدخل ممتاز من بويول يستعيد. وهذه هي صافرة نهاية أحداث اللقاء. النصر ينجح في تحقيق الانتصار. أكيد عندما كان الفارق النتيجة لهدفين كانت الأمور شبه محسومة، لكن أكيد الصافرة هي صاحبة الكلمة الأخيرة.